اليوم في هذه المسيرة التضامنية مع أهلنا في غزة وفي الضفة وفي جميع أرجاء فلسطين المحتلة. نحن هنا لنقول لهم فلسطين قضيتنا، وأطفالكم أطفالنا، وأشلاؤكم أشلاؤنا، ودماؤكم دماؤنا، وشهداؤكم شهداؤنا. ونحن اليوم لنعبر، نحن اليوم هنا للتعبير عن غضبنا واستيائنا وحسرتنا وحنقنا وغضبنا. جيت أنا شخصيا من مدينة طنجة مع الأصدقاء ديالي والعائلة ديالي من أجل المطالبة بإسقاط التطبيع. بالنسبة لنا هذا التطبيع هذا لا يمثلنا، وكيف ما عارفين انتم في 2000 ولا 2002 كانت تم إلغاء الاتصال بمكتب الاتصال اللي كاين في تل أبيب وفي الرباط هنايا اللي كانوا. فاحنا كشعب مغربي نتمنى ان يتم اسقاط التطبيع، ونتمنى ان الحكومه ديالنا تستجيب لهذا الشعب المغربي اللي كيخرج يوميا بشكل متواصل لمده اكثر من شهر في مختلف المدن المغربيه من اجل المطالبه باسقاط التطبيع. I am here because I support Palestine. I hate killers of America, killers of Europe, killers of Israel, and I think the world should do something counter this against this situation. جينا باش ندوا على الاباده الجماعيه اللي كتوقع على الاطفال في غزه او الساكنه بصفه عامه، لان هذه الاباده وقعت مو 7 اكتوبر، مو العمليات 7 اكتوبر، هما في الابادات والعمليات الارهابيه. اش كيقولوا لا رغم إعداد السكنة تمت موراها إبادة جماعية، تمت تعية ساكنة غزة ككل. ونحن هنا دائما نأتي يوما وغدا وبعد غدا دائما ضد التطبيع وضد إسقاط التطبيع، وليس فقط إسقاط التطبيع بل إجرام التطبيع، لأنه أصبح جرم في حقنا نحن سكان المغرب أننا نكون مع التطبيع، ولأن التطبيع جريمة والتطبيع خيانة للشعب الفلسطيني الذي قضيته ليس فقط قضية بين أن نكون معه، بل هي قضيتنا نحن. الشعور ديالنا في ضرب المستشفيات وتعذيب الأطفال وخط فيهم والتعدى عليهم وقتلهم، الشعور ديالنا طبعا شعور د الحزن، ويقدر يسبب بعض المرات الاكتئاب من بعض الناس اللي القلب ديالهم كتلقاه هشيش. وطبعا هادي اي واحد اللي ما كيحرك شي فيها شي حاجه فيعرف بان عنده خلل في القلب ديالو، خصو يعاود النظر ديالو لراسو. وحنا هنا لتسقيط التطبيع. وشكرا. احنا كشباب القلوب ديالنا تدمي قبل العيون ديالنا بطبيعة الحال، ملي كنشوفوا الأطفال مهجرين، عائلات نازحين، والأكثر من ذلك أنهم رغم كل شيء صابرين وما بغاوش يفرطوا ولا شبر واحد من الأرض ديالهم، لدرجة أنه كتلقى مواطن عادي، مواطن بسيط فقير، ما كيتخلاش على السيجارة ديالو لآخر رمق، فما بالك أنه غيتخلى لك على رقعة من التراب ديالو. وبالتالي هذا ما كيزيدنا إلا ثبات. بالعكس، بعض الاحيان ان الاتصالات مع الاخوان في غزه هما كيصبرونا، هما كيواسيونا، هما كيحفزونا باش اننا نواصلوا هاد المسيرات وهاد. وانا اعيب كل العيب على الاخوان وعلى المغاربه ولا على جميع الناس اللي تيقولوا انه هاد المسيرات ما عندهاش طعم، ما عندهاش قيمه، ما عندهاش قيمه مضافه التي ممكن نفيدوا بها المقاومه. بالعكس، هاد الصوت ديالنا يصل الى المقاومه بكل تفاصيله، ماشي غير في المغرب، في كل المدن وكل دول العالم. التظاهرات الشعبيه الحاشده، لانه الاخطر اليوم هو التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني، اما التطبيع الرسمي فممكن انه بجره قلم انه ينتهي التطبيع، ولكن بمجرد انه يكون تطبيع شعبي مع هذاك الكيان الغاصب فتما ممكن نقولوا ان القضيه الفلسطينيه ستدفن كما دفنت القضايا السابقه والله اعلم. هذه التظاهره
المسير للحضور في هذه المسيره المباركه دعما لاهلنا في غزه وفي القدس وفي كل فلسطين، وضد وتنديدا بالمجازر الصهيونيه الغاشمه ضد الشعب الفلسطيني، مجازر دمويه يقوم بها الكيان الصهيوني ضد شعبنا في ارض فلسطين وفي غزه المباركه. كذلك جئنا لنندد بالصمت الرهيب للانظمه العربيه على ما يقع لأهلنا في غزة، ونطالب كذلك من أجل طرد الممثل الكيان الصهيوني بأرض المغرب ووقف جميع أشكال التطبيع التي نهجتها الدولة المغربية في بلادنا، لأننا نملك هناك، لأننا نملك بفلسطين، لأننا نملك بالقدس بابا يسمى باب المغاربة، ونملك هناك في القدس حارة تسمى حارة المغاربة. Stop!